الان اللقاح اللي راح يجي وراح يجي ان شاء الله بشحنات كثيره حتى الموجوان ان شاء الله راح تخلينا باش نزيدوا في وتيره اللقاحات، لاننا عارفين بلي هذا هو الحل الوحيد. لمنا عليها البارح في واحد الاجتماع طارئ على اللقاحات، والان واليوم راح تكون اجتماع مع الكوميتي الفاكسيناسيون وتاع البريفونسيون ان شاء الله في وزاره الصحه تحت اشراف وزير الصحه والسكان واصلاح المستشفيات، اللي راح يشوفوا الولايات اللي فيها تعرفوا الارقام هما اللي يروحوا عندهم اولويه وعندهم بالك ربما تكون عندهم نومبر حصص اكثر من اللي الولايات من البقية. وما كانش على كل حال ولايات كبيره، احنا عارفين باللي كانت 19 ولايه هي الحجر الجزئي الى يوم الان، وان شاء الله من بعد شهر ولا ان شاء الله تبان.